اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من قناة HTM Photography. النهاردة موضوعنا عن الالوان وازاي تطلع صور حلوة زي اللي بتشوفها على الانترنت. احنا في ناس كتير جدا بتشتري كاميرات، او كلنا بصراحة اول ما اشترينا الكاميرات بقينا نصور ونشوف الصور نقول يا ساتر ايه الصور دي، ايه الالوان دي، الصورة عاملة كده ليه، الكونتراست عامل كده ليه، اعداداتك مش مظبوطة. طيب اتعلمنا ازاي نظبط الاعدادات وطلعنا اعدادات حلوة، يعني نظبط الاكسبوجر وظبطنا الاكسبوجر، برضو بنصور على الوضع اللي هو ستاندرد او النيوترال، مش الفيفيد والمونوكروم وبقية البيكتشر ستايلز اللي موجودة في الكاميرا اوريدي. لا، احنا بنصور على انا افضل ستاندرد. فلما بنصور على الستاندرد ده الوضع اللي بتبقى جايه بيه الكاميرا اول ما بتشتريها، يعني انت ما هي ده السيت اب اللي محطوط من اول ما بتشتري الكاميرا للبيكتشر ستايل، او اعتقد في كانون له اسم تاني الله اعلم، انا نيكون مان يعني مش كانون. ف بنلاقي الصور الوانها باهته، الوانها مش مظبوطه، مش حلوه، فبنقولي طب يا ربي انا اشتري اعلى كاميرا يعني علشان اطلع الوان حلوه، اروح ادفع مثلا 60 70 الف جنيه علشان اطلع الوان حلوه، اجيب عدسه ب 30 40 الف علشان اطلع الالوان اللي بشوفها على الانترنت دي. لا، الموضوع مش كده خالص. الموضوع هيتلخص في حاجتين اتنين لازم تعملهم ولازم تركز فيهم قوي. وقبل ما اقولهم انا عايز اقول لكم انه اللي بيشتغلوا على برامج التعديل حلو وكل حاجة، لكن ده مش مصور بروفيشنال. اللي بيعمل كده ده مش بروفيشنال. اللي بيأفور في التعديلات وبيغير في الملامح بتاعت الألوان والأزرق يعملوا لون تاني والكلام ده، ده مش بروفيشنال بصراحة، إلا إذا هو قاصد إنه يطلع الصورة بالمنظر ده. فأنت علشان تصور كواحد محترف وتطلع الألوان بتاعتك ألوان احترافية من غير ما تعدل على اللايت روم ولا الفوتوشوب، تعديلاتك تكون حاجة بسيطة جدا في اكسبوجر، في كونتراست، في تتقيل بعض اللون حاجة محددة، لكن مش تلعب في كل الالوان وفي كل الحاجات. طيب ايه بقى هما الحاجتين المهمين قوي؟ اول حاجة زي ما قلنا في الحلقات اللي فاتت الوايت بالانس. اللي ما شافش الحلقه دي هيشوفها في حرف الاي ده اللي فوق هنا، او هنا مش عارف هيطلع فين، وفي اخر الفيديو هحط الحلقه دي في مربع قبل نهايه الفيديو على طول، وهحطها في صندوق الوصف. دي اهم واول حاجه تعملها تظبط الوايت بالانس. ظبطت الوايت بالانس الالوان كلها هتظبط، دي اول مرحله. المرحله الثانيه اللي اتكلمت عليها الحلقه اللي فاتت اللي قلت هعمل لها حلقة مخصوص هو كارت الألوان ده. كارت الألوان ده تاني أهم حاجة عشان تظبط الألوان بتاعتك، مفيش اختيار تالت بقى، يعني هما حاجتين وايت بالانس وكارت الألوان ده. كارت الألوان ده زي ما قلت لكم قبل كده برضو في الحلقة اللي فاتت إنك تقدر تشتريه من على أمازون، إي باي، نون، سوق، موجود. ده سعره رخيص مش غالي، في انواع تانية اصغر من ده في الحجم وسعرها غالي جدا، فانا جبت ارخص حاجة. و كل اللي هتعمله بعد ما تظبط الوايت بالانس، احنا قلنا اول حاجة خلاص ظبطنا الوايت بالانس، بنصور دلوقتي سبجكت معين، ظبطنا الوايت بالانس بالجراي كارد او الورقة البيضة او زي ما تعلمنا، هناخد صورة بقى لكارت الالوان قبل ما نصور السبجكت بتاعنا، علشان هندخل على اللايت روم ندخل الالوان بتاعت الكارت ده على اللايت روم ونظبط بضغط الزرار
كل الألوان بتاعت الصورة بتاعتك بده. خليكم معايا بعد الفاصل على طول، هنجيب السبجكت ونصوره مرة بالأوتو وايت بالانس صورة عادية خالص، والمرة التانية بعد ما زبطنا الوايت بالانس، وهناخد صورة للكارت وهندخل على اللايت روم ونشوف هنعمل ايه بالكارت ده. اللي اشترك في القناة يعمل لايك وشير، اللي ما اشتركش لغاية دلوقتي يروح يشترك ويفعل زرار الجرس، وخليكم معايا. طيب زي ما انتوا شايفين كده، ده التكوين اللي انا هصوره دلوقتي علشان اوريكم كارت الالوان ده هيعمل ايه في الالوان دي. انا هنا اخترت اللون الاخضر والاورنج، وهنا اخضر برضو، هنا ابيض ازرق، هنا في ازرق واحمر واخضر، وهنا في احمر. انا تعمدت اختار الالوان دي علشان تشوفوا لما نظبط الالوان ونستعمل الكارت ده على اللايت روم ازاي ده هيخلي الالوان دي فعلا الوان حقيقية. طيب اول حاجة علشان نبدأ تصوير وتطلع الحاجة مظبوطة 100%، هنظبط الوايت بالانس برضو. يا اما انا افضل ان انا اظبط الوايت بالانس بالجراي كارد وبعدين اخد صورة لكارت الالوان، مع ان ممكن لما تاخد كارت صورة لكارت الالوان على اللايت روم تظبط الوايت بالانس بالوان الجراي ودرجات الجراي او الابيض ودرجتين الابيض دول، لكن دي شوية علشان تظبطها لازم تظبط على رقم مثلا 22، ده انسب لون تظبط عليه الوايت بالانس، فمش عايزين نعقد الامور شوية. خلينا ناخد نظبط الوايت بالانس، نعمل بريسيت بالجراي كارد، هنحطه مكان السبجكت اللي هيتصور كده، وزي ما اتفقنا نضغط على الوايت بالانس ونختار بريسيت، وبعدين نضغط مرة تانية لغاية لما البريسيت تفضل تنور وتطفي، وناخد صورة. بس في نقطة قبل ما ناخد صورة، بقى نظبط الاكسبوجر، انا عملت فتحة عدسة 2.8 وشاتر سبيد 8 والاي اس او عمله 100، يبقى عملت الاي اس او 100 وخليت الشاتر سبيد 10 مش 8 كده، مظبوط الاكسبوجر 100%. دلوقتي هنضغط على وايت بالانس لغاية لما ينور ويطفي، وناخد الصورة. كتبت جود اهي، شايفين كده احنا ظبطنا الوايت بالانس. طيب دلوقتي ناخد صورة لكارت الالوان، هنحطه برضو نوقفه كده مثلا، وناخد له صورة. مش لازم تقرب قوي يعني، كده خدنا صورة لكارت الألوان. طيب نشيل بقى كارت الألوان ونشيل الجراي كارد، هناخد صورة دلوقتي بوضع الأوتو. كده خدنا صورة بوضع الأوتو. خلينا بقى ندخل على اللايت روم وهنبدأ نشوف كارت الألوان ده يشتغل ازاي. خليكم معايا.
طبعا اول حاجه لازم يكون عندك اللايت روم الاول. بعد كده بننزل البرنامج بتاع الكالر تشيكر باسبورت، تدخل على جوجل كروم وبتكتب كالر تشيكر باسبورت سوفت وير، اهو كالر تشيكر باسبورت سوفت وير، بيجي لك اختيارات. بعد كده في البحث اول اختيار اللي هو الكالر تشيكر كاميرا كاليبريشن اكس رايت فوتو، بتدوس عليها وبعدين بتدخل على طول هنا الداونلود اهو. لو انت لو جهازك ويندوز بتختار البي سي، لو ماك بتختار الماك. اول ما بتضغط بينزل لك داونلود على طول. انا عملت له داونلود اوريدي فمش هعمله داونلود تاني. نقفل بقى صفحة جوجل كروم دي، الايكون بتاعت البرنامج. ندخل بقى على طول على اللايت روم علشان ناخد الصورتين اللي صورناهم. صورنا صورة مع كارت الالوان وصورة من غير كارت الالوان. طيب انا حطيتهم على الديسكتوب، فهنعمل امبورت من الديسكتوب. ندوس على امبورت. كلنا عارفين الامبورت وازاي نشتغل على اللايت روم. خلينا نروح على الديسكتوب. طلعت لي الصورتين اللي احنا صورناهم المفروض تظهر اهي. الفايلات كبيرة على فكرة، الكاميرا اللي اتصورت بيها دي 845.7 ميجا بيكسل، عشان كده بتاخد وقت في التحميل. ادي الصورتين اللي صورناهم. اول صورة اللي هي مع كارت الالوان. طيب احنا عايزين نعمل ايه بقى في كارت الالوان ده؟ عايزين نسيف في الصورة دي بكارت الالوان ده as a profile على اللايت روم. هنعملها ازاي؟ بتدخل على الاول نعمل import. خلينا نعمل import. كده عملنا import للصورتين، دي الصورة التانية من غير كارت الالوان، مظبوط. هنقف على الصورة اللي فيها كارت الالوان وعايزين نسيف دي as a profile على اللايت روم. تدخل على الفايل، بتنزل على export with preset. export with preset هيفتح لك شباك هنا. قبل ما تنزل برنامج الكالر تشيكر باسبورت ما كنتش هتلاقي موجود هنا، مش هتلاقي كالر تشيكر باسبورت موجود هنا. دلوقتي بعد ما نزلنا البرنامج لقيناه هنا ظهر، تدوس عليه. هنا بيقول لك تسيب الصورة دي. احنا وضع الإضاءة بتاعنا ايه؟ دايما سايف الصورة دي بوضع الإضاءة. وضع الإضاءة ده احنا كنا مصورين بإضاءة الشمس وإضاءة الأوضة العادية مش إضاءة استوديو، فهنسميها sunlight. sunlight 2 لأن أنا مسايف واحدة قبل كده sunlight، خلي دي sunlight 1. أنا مسايف واحدة قبل كده باسم sunlight فدي sunlight 1 ونسيبها. شايفين فوق هنا؟ بتتسايف فوق على الشمال، بس بتاخد وقت علشان قلتلكم الفايل ده حجمه كبير فوق الـ40 ميجا بايت. فنستنى بس ثواني وهيدي لك مسج انه اتحمل successfully. بيقول لك the profile has been generated successfully. نعمل اوكي، نقفل اللايت روم ونفتحه تاني. لازم تقفل اللايت روم وتفتحه تاني. تمام، ادي الصورة اللي احنا صورناها في الاول. طب هنعمل ايه بعد كده؟ هتروح على develop، ده العادي اللي بنعمله عادي، كل ده لغاية دلوقتي عادي. تمام، بتنزل تحت على camera calibration اهو. camera calibration البروفايل هو مختاره لك ايه؟ ادوبي ستاندرد، دي الالوان بتاعت ادوبي ستاندرد. طيب لو فتحنا او دوسنا على السهم ده هيجي لك الاختيار اللي احنا اخترناه اللي سميناه دلوقتي sunlight 1، ودي sunlight اللي قبل كده انا كنت مسيفها. خلينا في sunlight 1، هندوس على sunlight 1. دي sunlight 1 دي قلنا لللايت روم سيف كارت الالوان ده على اساس انه هو بروفايل،
فتحفظ هنا. لو دوسنا عليه شوفوا كارت الالوان الوانه هتحصل فيها ايه. بصوا شايفين قبل وبعد، دي الالوان الصح، دي الالوان الصح. ولا هتقعد بقى تعمل ظبط الوان ولا حاجه. الاورنج بقى اورنج مظبوط، البينك بينك، الاحمر احمر، حتى باين في السبجكت اللي انا مسحات هيبان في الصوره الثانيه هتبقى اوضح اكتر. بس شوفوا الفرق ده من غير ده بالادوبي كولرز العاديه دي اللي هي الكاميرا شايف الالوان كده، وبعد ما ادينا له امر ان ده كارت الالوان الصح، دي الالوان الصح اشتغل عليها، بقت الالوان كده. طيب تعالوا ناخد الصوره الثانيه، ادي الصوره الكاميرا شايفاها كده، دي الالوان اللي الكاميرا شايفاها، بس مش عينينا شايفاها، عينينا مش شايفاها كده. طيب احنا قلنا لللايت روم احفظ البروفايل ده كارت الالوان ده اللي هتشتغل بيه، هو ده اللي هتشتغل عليه، اظبط لي الالوان دي. هتروح جاي هنا على البروفايل في الكاميرا كاليبريشن وتختار السانلايت 1، شوف الالوان قبل وبعد، الاحمر ده لونه الاحمر، الاورنج هو ده لونه الاورنج، الازرق ده لونه الاخضر، شايفين شايفين حتى الابيض، شوفوا الستاره الحيطه لون المكتب نفسه، كل الالوان اتغيرت. عملنا ايديتنج ما عملناش ايديتنج على الالوان، ادي الالوان اهو مصفار كلها، الكونتراست والحاجات دي كلها صفار، ولا قربنا ولا عملنا كلر جريدنج ولا حاجه. قبل وبعد هحط لكم الصور دي دلوقتي، خليكم معايا. أتمنى بقى الأمور تكون وضحت دلوقتي واستفدتوا من الشرح ده إن شاء الله. وبجد لازم تجيبوا الكارت ده، أديكوا شفتوا الفرق عامل إزاي، والألوان هي دي الألوان الطبيعية. على فكرة الكاميرا ما بتقراش غير ثلاث ألوان، الأحمر والأخضر والبلو والازرق، ثلاث الوان بس اللي هم الار جي بي. الار جي بي دول هم ار ريد، جي جرين، بي بلو. فمش هتعرف الكاميرا ايه هو اللون البينك، ايه هو اللون الاورنج، ايه هو اللون اليلو، ايه هو اللون البيربل، ايه هو اللون لون البشره. فلازم تعرفها ايه الالوان الصح بانك انت بتجيب الكارت ده علشان تظبط بيه الالوان. ده مش هيخليك بقى تأفور في الكالر جريدنج وتعمل الوان غريبه ويطلع اللون مش مظبوط، واصلا انت مش ظابط وايت بالانس فالالوان كلها بتبقى ملخبطه. في صور بتطلع حلوه، في صور بتطلع لا، ده على حسب اجتهادك انت في اللايت روم. بس بالخطوتين دول الوايت بالانس ما ننساهوش ابدا، تاني حاجه الكارت ده هو ده اللي هيسهل لك الموضوع، يطلع لك الالوان الصح المظبوطه 100% اللي انت بتشوفها بعينك الطبيعيه. مش هكرر تاني، اللي ما اشتركش يروح يشترك ويفعل زرار الجرس. واتمنى تكونوا استفدتوا، ونتقابل ان شاء الله في فيديو جديد من قناة HTM Photography. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.